خليني بس اهدي الدنيا شويه كده في مركز للعلاج الطبيعي عالمي على ارض مصريه. وانا النهارده عندي 2 من رؤساء الانديه الكبار انصحهم بانه يعني عجبني جدا الخضر ابراهيم على فكره دماغه دي سم يا جماعه ملغمه، اقسم بالله ده اللي منافس ما اقعد هنا تاني، اقسم بالله ده اللي قاعد يسكن في الانديه ويقول لك ما بعيش ورايح. طب بص الايام بيننا، انت جايب شويه لعيبه اللهم لا حسد، ماشي مش عايز حر بس كده. يعني بص عاجبني شغال يا طالب يا زيك شغال في كل المستويات، الشغل ده اداري، الملعب على فكره والكابتن ايمن الجمر شغالين وبتتلبلهم كل الطلبات، ده فكر حضاري انك انت سيبني في القانون واللوائح وخناقتي الاداريه احقق فيها المكاسب ليا ولزمايلي على قدر المستطاع، لكن انا شغال في الحدوته بتاعتي. فالنهارده انا بدعيهم من هذا الفكر والمنطلق، نفسي طارق بيه السعيد والخضر بيه ابراهيم يروح يزوروا هذا المركز. هذا المركز الطبي للعلاج الطبيعي هو العاشر على العالم، انا فخور رحت وزرته، مركز زوام للعلاج الطبيعي والتأهيل المتكامل، وهو اهم مركز ده فين ده؟ في المعادي الاول في الشرق الاوسط والعاشر في العالم. فكرته ايه؟ اللي هو ممدوح زوام صديقنا العزيز عنده يعني حد في أسرته، بنته بالتحديد وليسمح لي أن أحكي القصة، فكان عندها إصابة فلف بيها على مستشفيات كتير في مصر علاج طبيعي، فللأسف الشديد الأجهزة المعالجة كانت ناقصة فاضطر يطلع بيها بره مصر. من بعدها أخذ على عاتقه أن يؤدي رسالة إنسانية فلف في أوروبا، وانا قدامكم معالي الدكتور عميد صلاح عاشور صديقي العزيز، وهو صديقي اصطحبته بشكل ودي لزياره المركز وخدني في جوله، الاجهزه دي مش موجوده غير في مصر والمانيا. اللي هو ممدوح زوام واصدقاء المتخصصين في هذا المجال ومنهم الدكتور عميد صلاح عاشور راحوا اوروبا، لقيوا مثلا في المانيا مجموعه اجهزه بس ناقص جهاز في مكان تاني فكذا كذا، الراجل جمع كل الاجهزه في مركز واحد. على فكره رئيس وزراء نيجيريا اذا جاز لي ان اقول ذلك موجود هناك بيتعالج علاج طبيعي، ناس من الخليج، بصوا حاجه قصه تانية. الدكتور صلاح بيقول لي مثلا شوفوا انتوا هنا الجهاز ده بالتحديد، بيقول لي الجهاز ده مع محمد صلاح في ايده زي الشنطه السنسونايت اهو، ده بيقول لي ده بنعمل بيه التقوية واستشفاء في الطيران لما تكون مسافات الطيران بعيدة، فاللاعب عشان خاطر الاسترخاء والجلوس في الطيارة قال لي ده هتلاقيه في ايد محمد صلاح. كارت خصم بقى عشان عندي مشاكل في كتفي. لا تعالى انت ببلاش على حسابي. طيب ماشي. بس انا فخور جدا بدا يا جماعة انه يبقى في مصر بصراحة، ويمكن الاجهزه كمان اللي شرحها لي الدكتور صلاح، وانا على فكره كنت رايح عشان اتعالج فخدني في جوله انبهرت، يعني حاله من الابهار في كل جهاز كنت بشوفه بيشرحه لي الدكتور صلاح، ويمكن ده عايز حلقه بس انا استغليت وجود الخضر بيه ابراهيم وسياده النائب طارق السعيد، لان انا واثق ان سياده النائب لو وجه لي دعوه او الخضر بيه على فكره هيستفيدوا كثيرا. طبعا. انا اروح لان انا عندي مركز كده عامله في النادي فلعل ناقص عندي هعرف عنده ناقص ايه واكمل منه. ده هايل جدا، يعني تستفيد حتى من الخبرات طبعا. واجهزه تصل الى ملايين الجنيهات، وحاجة فكر راقي وفكر عالي جدا. وكمان سيادة اللي هو ممدوح زوام استقبلني في مكتبه وكان رجلا كريما، يعني على فكرة الكلام ده بنية تحتية للكرة يا جماعة طبعا، ما هو ده مهم جدا جدا للكرة المصرية. ممكن لعيب يبطل وانت مش عارف اصابته فين، عالجها ازاي؟ وعارف المركز ده من المفترض خلال الفترة اللي جاية هيفتحوا في أفريقيا، وهم دلوقتي ما بين كينيا ونيجيريا بيعملوا دراسات، وكمان في شمال أفريقيا. فأنت كمان بالإضافة أنه فخر لمصر كلمة مهمة جدا قالها سيادة النايب، قال لك كمان أنه ده مفيد للبنية الأساسية الكروية، لأن احنا عندنا يعني مشكلة انك مش هتلاقي في مركز طبي كل الاجهزة مرة واحدة. سيادة اللي هو ممدوح زوام طبعا بشكره على حسن الاستقبال، وقعدت يمكن عنده اكتر من ساعتين شرح لي ازاي اختار كل جهاز على حدة، وازاي يعني بيستقبل حالات مستعصية، يعني احمد خالد البطل الشهير اللي اصيب اصابة عجز
بدأ يتحرك عندهم في المركز. الكابتن مؤمن زكريا في أول ثلاث جلسات يعني اكتشف ان كل التشخيص طوال الفترة اللي فاتت كان خاطئ. مع اول خمس ست جلسات عندهم حصل تقدم كبير جدا. بيحكي لي الدكتور صلاح وسيادة اللي هو ممدوح يعني بيقول لي مؤمن زكريا الحمد لله تقدم كبير جدا. ويمكن دي بعض الصور الخاصة لينا لمؤمن زكريا داخل مركز زوام في المعادي. يعني ده مثلا المغبس والشغل على مستوى عالي جدا. وديكم شايفين مؤمن زكريا بتمنى له السلامه والعافيه يا رب. ربنا يشفيه يا رب. طبعا بس حالته تقدمت. وهو يمكن بشكر المسؤولين هناك بعتوا لنا هذه الصور الخاصه جدا يعني. وديكم شايفين تقدم في حالته. وانا بشكرهم كمان على الاهتمام بي على المستوى الشخصي وزوجتي، لان زوجتي عندها مشكله كبيره جدا. ربنا يشفيها ان شاء الله وتقدر تمشي زي ما كانت وتبقى زي الفل ان شاء الله. فانا بشكرهم على الاهتمام الكبير ده. وبشكر معالي اللواء ممدوح زوام وبشكر صديقي العزيز الدكتور صلاح عاشور اللي فضى نفسه وراح معايا يعني. وبشكر كل الناس المسؤولين عن المركز. اخدكم لفاصل اعلاني وهنرجع لموضوع التسويق والنسب والكلام ده كله لانه مهم جدا. وفعلا انا بسال سؤال بمنتهى المصداقيه والامانه، يعني مش متصور واحد من العشرين كان بيناضل ايا كان، سواء الخضر بابراهيم صديقي انا بيقول لي دايما بتغلس عليا في الاسئله بس معلش يعني، كان يكافح ويناضل وفي الاخر لن يكون ابدا عقبه في الطريق مهما حصلت. يعني لو لقي صالح زمايله ال 56 كن واثقين انه لن يكون للخضر ابراهيم ولا غيره عقبه في ذلك. وما قدامناش شكل لائحي غير ده، واؤكد عليه كل حلقه، مش قدامنا شكل لائحي من الخروج من الازمه اللي ده وغير ده. مسابقه ال 20 باطله.